السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاريع استراتيجية وسيادية تنجزها الجزائر اليوم في قطاع السكة الحديدية بشبكة جديدة تربط مختلف أنحاء الوطن ببعضها البعض، فقد أطلقت 68 مشروعاً لنقل المسافرين والبضائع عبر 54 ولاية، تضم خطوطاً عابرة للصحراء والهضاب العليا وخطوطاً منجمية ومينائية جهزت بتكنولوجيات اتصالات وإشارات حديثة، فيما تصل سرعة القطارات 220 كيلومتر بالنسبة للمسافرين و 160 كيلومتر بالنسبة للبضائع. نقلة حضارية نوعية تليق بالجزائر الجديدة وتطلعات المواطنين، وتعزز البنية التحتية للنقل بين ربوع الوطن، إذ يقدر طول الشبكة الحالية 4000 كيلومتر، فيما تنجز أنسريف 6500 كيلومتر كخطوط جديدة، ليصبح طول الشبكة بعد الانتهاء من كل الأشغال 15000 كيلومتر، تنقل 420 مليون مسافر و266 مليون طن من البضائع سنويا. شبكة نقل هامة بمعايير دولية سواء في نوعية الأشغال أو التكنولوجيات الحديثة، تجعل من الجزائر نقطة محورية في النقل وطنيا وإقليميا ودوليا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة